السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نتحدث عن نبات الأرز. هو ده سيادتك مزروع باللقمة؟ مزروع باللقمة بس برضو يعني ما كانش عندهم ضمير. يعني دي مية معين اللي هي من الترمبات الأرضية، بس واضح سيادتك ان في ريم بنسبة عالية قوي. ريم كتير لان الأرض ضعيفة والأرض هنا عيانة. انا بتكلم حضرتك حاضر. انا بس انا بتكلم على الريم الود. الريم ده يعني سببه ايه؟ طب انا شايف كل اراضي الرز مزروعه ما مش فيه ريم بالنسبه الكبيره دي. الريم ده عشان خاطر المعين، الميه بتبقى معين وبتسخن في حراره الجو. هي دي اصلا هي فطريات، يعني ده الريم ده نباتات، يعني هو في الاصل نبات من العائله النباتيه، فطريات من العائله النباتيه. معرفش انا ما انا بقول لحضرتك. فهو الوقت انا شايف المزارع ماسك خشبه وبكسر بها الريم. هو علشان يقطعه ويفتح المصفى. يعني هو الوقت يقطعه يفرتكه من بعضه كده يهريه. شوفيه بيهريه، بيقطعه عشان يهريه ويقوم فاتح المصفى ده كله يمشي. كله بقى يمشي مع طبقه الريم اللي بزياده دي. اصل هي المشكله ان طبقه الريم دي بتمنع الشمس والهواء ان ينزلوا لنبات الرز وخانق الرز فيخنق الرز. لما نشوف اخرتها ايه. الفلاح طالع ميتين. كل سنه وانتم طيبين. طيب. كل سنه وانتم طيبين. هو الله يبارك لك يا ابني، لسه فاضل معاك طلعتين اهم. يلا خشبه خفيفه ما هوش تقيله انا ولا حاجه. صح. لا بس هي فعلا بتكسر الريم. يعني هو بعد ما يكسر طبقه الريم دي بتقوم فاتح مصفى. ده دنيبه اللي انت منقيه ده حشيشه الدنيبه. يعني حشيشه الدنيبه يا اخويا يعني الدنيبة عالية. اعلى من الرز. ما هو اللي دايما تلاقي الشر. بيبقى سابق. بيكسر تكسير طبقة الريم. لا بالفعل هي بتتكسر. فإذا المزارع هنا حريص على تكسير طبقة الريم، فيمر بقطع خشبية ثقيلة تكسر طبقة الريم وتتخلص منه. هذا ما لدينا، ونشكر حسن المتابعة. وإن أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة، وشكراً.